بغيتي اختي تهني من التجاعيد، بغيتي تهني من التكماش ديال البشره ديالك، وجهك يولي مجبد حتى ولو كنتي في الستين، تولي البشره ديالك ديال بنت العشرين. هاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيك اليوم غترجعي ترحمي لي عليها الوالدين. جيبي واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه واجي نعطيك الماسك اللي كيعطي واحد النتائج خياليه في شد البشره، كيقضي على التجاعيد، كيقضي على البقع الداكنه، على الاثر ديال الحبوب، على الكلف، كيصفي البشره، تيوحد لي هاد اللون ديالها، غادي يعطيك واحد ليكلا البشره ديالك. وصدقيني انك غتجربي هاد الماسك هذا، غادي ترجعي تشكريني عليه في التعليقات. من اروع ما جربتها البنات في لي ماسك ديال الوجه، غادي تجربوه غتشوفوا واحد النتيجه خطيره خطيره خطيره. غير جربوا لي هاد الوصفه هذه وتبعوا معايا لا فيديو حتى للتالي. غادي نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا اول مكون اللي هو الثومه. تناخذوا الثومه، غادي نحتاجوا هنايا ثلاثه الفصوص ديال الثومه، ثلاثه الفصوص ديال الثومه هكا كبار كما كتشوفوا معايا. الا كانوا صغار راه غديروا واحد سته ديال الفصوص ديال الثومه. المهم كما كتشوفوا معايا في لا فيديو، واول حاجه كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بواحد لايك للفيديو. خليوا لي اللايكات ديالكم، شجعوني بلي لايك، وكذلك الا كنتو جدار ما تنساوش تنضموا للعائله ديالنا وفعلوا زر الجرس اكيد باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا معايا خديت ديك الثومه، كنضيفوا ليها كاس ديال الماء، كاس ديال الماء، كاس كبير ما عامرش ديال الماء كما كتشوفوا معايا. وغادي نديروا هاد الثومه على النار، نخليوها تطيب مزيان حتى بحال غنسلقوها كما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما طابت انا رجعت معاكم، غادي تشوفوا معايا كيفاش ولات الثومه، يعني كتخليوها حتى تولي رطبه، يعني الثومه كتسلق. هنا كناخذوا غير داك الماء ديالها كما غادي تشوفوا معايا. هانتوما الثومه طابت، انا هنا غير وريتكم باش تشوفوا الثومه راه يعني تسلقات هكا باش كتطلق لينا داك الفوائد ديالها يعني في هذاك الماء. المهم كما كتشوفوا معايا الطريقه سهله وبسيطه، ولا كنتو محتاجين لشي وصفه هبطوا للتعليقات خليوها لي ان شاء الله نشاركها معكم. هنا كما كتشوفوا معايا خدينا هنا داك الماء ديال الثومه، وغادي ناخذوا هنايا النشا كما كتشوفوا معايا، النشا ولا دقيق الذره كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذوا ملعقه كبيره وغادي نضيفوا عليها شويه ديال الماء، شويه الماء غير باش يتخلط لنا داك النشا، لان هذا الماء هذا ديال الثومه راه سخون، الا ضفنا عليه النشا مباشره كيتكور كيف ما كتعرفوا. خصنا نضيفوا شويه الماء ونخلطوا النشا، ومن بعد غنضيفوه على داك الماء ديال الثومه. هنا كما كتشوفوا معايا غنخلط هاد الخليط مزيان، ومن بعد كما قلت لكم غنضيفوه هنا على الثومه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات، اول حاجه راه كتقضي على الكلف، على دوك البقع اللي كيكونوا في البشره، البقع الداكنه، المشاكل ديال الاثار ديال الحبوب، يعني كتوحد لك اللون ديال البشره ديالك، كتقضي على التصبغات، وكتقضي على التجاعيد. يعني هاد الوصفه زوينه بزاف، يعني غادي تجربوها وغتشوفوا واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. كما كتشوفوا معايا ضفت هذاك النشا بعد ما خلطته مزيان، ضفته على داك الماء ديال الثومه. ودابا غناخذوا هاد الحليب بودره، تقريبا نص معلقه كبيره ديال الحليب بودره، تيعطي الترطيب وتيغذي لنا البشره ديالنا، وفيه بزاف ديال الفوائد بالنسبه للبشره، يعني حليب مجفف. كنخلطوا هاد المكونات مزيان، ودابا غنديهم على النار. ضروري تبقاو رادين البال وكتحركوا على نار يعني متوسطه ضروري، باش ما يخسرش ليكم هذا الخليط، يعني ما يلصقش ليكم ويتحرق، يعني غير تغفلوا عليه غير واحد دقيقه صافي كلشي مشى. المهم من بعد ما وجدت لي الوصفه كما كتشوفوا معايا، كتبقاو كتحركوا حتى كتحصلوا على واحد الخليط بحال الكريم، كيتقال لكم داك الخليط وكتطفيو عليه النار كما كتشوفوا معايا. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه، واحد الخليط كريمي كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نحتاجوا الجيل ديال لالويفيرا، الجيل ديال لالويفيرا زوين بزاف، تيغذي البشره مزيان بزاف، المشكل ديال التجاعيد والمشاكل ديال دوك الخطوط اللي كيكونوا ديال التجاعيد اللي كيكونوا في الوجه او في البشره، زوين بزاف هذا الجيل هذا ديال لالويفيرا او جيل الصبار. غادي ناخذ واحد الملعقه صغيره، غادي نضيفوها على هذا الخليط اللي عندنا كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الجيل هذا ديال لالويفيرا راه كيتباع في البارا، والثمن ديالو راه مناسب،
ماشي غالية البنات. هنا كنخلطوا هاد المكونات هادو كما كتشوفوا معايا مزيان هنا، غير بين قوسين يعني اللي ما عندهاش هاد الجيل ديال الصبار راه ممكن تستغناو عليه، تعوضوه بشي زيت مرطب، يعني تديروا شي زيت مرطب، اي زيت اي زيت يعني كان عندكم، ماشي بالضروره شي زيت معين. الزيت اللي كتستعملوه البشره ديالكم غضيفوا منه شويه، سواء زيت الجليسيرين او لا زيت اللوز، زيت السمسم، زيت الارغان، زيت الزيتون، اللي عندك اللي عندك في الدار غضيفي منه واحد الملعقه صغيره. غادي نضيف هنايا زيت اللوز الحلو، حتى هو مزيان بزاف للبشره، تيرطب تيغذي يعني مزيان بزاف للوجه. تنضيفوا تقريبا واحد الملعقه صغيره وكنخلطوا كاملين يعني المكونات مزيان كما كتشوفوا معايا. المهم هاد الزيت وكما قلت لكم داك الجيل ديال الالوفيرا غتعوضوهم باللي عندكم نتوما، يعني هاد جوج مكونات اختياريين، داكشي اللي عندكم غادي ديروه نتوما صافي. وغنخلطوا مزيان هاد الخليط كما كتشوفوا معايا حتى ينسجم لينا. من بعد تاخدوا شي علبة عندكم فارغة مهم، وغادي ديروا فيها هاد الكريم ديالكم، غير شي حاجة من احسن يعني يستحسن تكون ديال الزاج، تكون ديال شي كريم يعني فرغات ليكم، كتغسلوها مزيان وكتنشفوها وتديروا فيها هاد الكريم. بالنسبة لهاد الكريم كيبقى صالح للاستعمال مدة اسبوع، يعني تيبقى في الثلاجة وكتبقاو كتستعملوه بشكل يومي، غتلاحظوا واحد النتائج اللي زوينة بزاف، غتلاحظوا واحد الفرق كبير على البشرة ديالكم. فاول حاجة هو انكم كتغسلوا البشرة ديالكم مزيان، ضروري شوفوا البنات الله يعطيكم الستر اللي عندها البشرة ديالها حساسة، حساسة يعني بزاف، كتحمر كتهيج يعني بابسط الاشياء كتحمر ديك البشره، فحاولوا ما امكن تيستيو في واحد البليصه في الوجه ديالكم، تجربوا واحد البليصه صغيره طبقوا عليها هذا الماسك، الى احمر لكم وجهكم بزاف وبقى ياكلكم من احسن تفادوا هذه الوصفه، لان راكم عارفين البشره الحساسه ما كتقبلش اي ماسك او لا اي كريم، واخا يكون حتى من الصيدليه يقدر الى ما كانش يوالم لك البشره ديالك اللي حساسه يقدر يعني يدير لك واحد التهيج. مهم كتجربوا على ديك البلايصه وكتخليو، الا ما دار لكم والو كتستعملوا هذه الوصفه، كتطبقوها على البشره تكون نقيه، كدير واحد التدليك هكا واحد جوج ديال الدقائق، وكتخليو هذه الوصفه لمده ما بين 10 ل 15 دقيقه، وكتغسلو بالماء دافي. من بعد ضروري ترطيب، كترطبوا لابو ديالكم بشي زيت مرطب، اي زيت عندكم مرطب ترطبوا البشره ديالكم مزيان، راه غتلاحظوا واحد التفتيح اللي زوين بزاف، غتلاحظوا واحد النتائج يعني اللي رائعه، الفرق راه كيبان لك من اول استعمال، لي طاش الاثر ديال الحبوب الكلف دوك التصبغات ديال اشعه الشمس كل شيء كيتحيد. وانا جربت لكم هكا قدام يعني الكاميرا باش تشوفوا معايا الماسك اللي درت، يعني ما دار ليا لا احمرار في يدي لا والو، ولكن الوجه راه تيختلف على البشره ديال اليدين. المهم ضروري ضروري يعني تجربوا هكا باش يعني ضروري من قبل تعرفوا واش غيوالم لكم البشره ديالكم ولا لا. وهذه هي الوصفه كما كتشوفوا معايا، نتمنى انكم تجربوها وتبعوها بشكل يومي يعني مده اسبوع، وردوا عليا الخبر في التعليقات كيفاش جاتكم، وهي من اول استعمال راه كيبان لكم الفرق، ولكن داوموا عليها مده اسبوع. وضروري غنتسنى التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعه وفي امان الله.